ليك شوفي لي حل مع هادي، لانه انا ولا يمكن اتجوز كهربجي، انا بتجوز احسن جازي. والله دخلك مش هذا هو الكهربجي اللي قتلتي حالك عليه وبدك اياه؟ مين هيدا؟ معقول في حدا بيعرف هون؟ ما في حدا، بيكون حدا من تحت. يلا بيكون حدا من تحت. ايه وانا شو بعمل؟ فوت اتخبي جوا. يلا سارة، مين انت؟ مين انتو؟ سارة على فكرة ليه ما بتجي بيرلا لعندك لهون؟ أنا بعرف إنه أنت وياها كتير قراب من بعض. إيه مزبوط، بس إنه أنا ما بحب تقل على حدا، إنه بعدنا جداد هون. معقول دانا هالحكي؟ هيدا البيت بيتك مثل ما هو بيتنا. أنت حرة تستقبلي مين ما بدك وتعملي اللي بدك إياه. بتعرف شو وقع؟ أنا اللي بعرفه إنه أنتوا ما بتتبلوا على حدا. وأنا ما راح أجي صوب حدا إلا إذا حدا بيجي صوبي. أهلين بعصافير الحب. هادي؟ هادي؟ شو يا سارة؟ شو يا ليدي؟ يلي حاطة نارك من نار خطيبتي. للأسف الجنين عنده تشوه خلقي بالعمود الفقري، وهيدي الصورة الملونة هيك أثبتت هلا. طبعاً بدنا ننطر شوي لقدام لنحدد الحالة إذا حتتطور أكثر ولا لا. لوين صرصور؟ خليكي منحكي شوي. موجوعة من غدر أغلى ناس، موجوعة وتقفل الإحساس، مكسور قلبي يا هوا وشوفي بعد أكتر، حتى الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر، مكسور قلبي يا هوا وشوفي بعد أكتر، حتى الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر. ناس اللي هن حتى السودا كذاب عالغدر بيدلن، الناس اللي هن قراب ما تصدقن كلن، حتى السودا كذاب عالغدر بيدلن. بعمل بأصلي يا دني وهني إلن الله، قلبي الطيب والهني حب الدني كلها، بعمل بأصلي يا دني وهني إلن الله. الناس اللي هن قراب ما تصدقن كلن، حتى ريان انت تركت امك تستلمني وتغلط معي وانت قاعد عادي ما عم تعمل شي عم تتفرج، هيدا اللي وعدتني فيه قبل ما نروح؟ وهيدا اللي طلبته انا منك ووعدتيني فيه؟ بشو وعدتك؟ ما وعدتيني تنتبهي على لبسك والميك اب تبعك؟ على القليلة اول مرة ليتعرفوا عليكي مزبوط وبعدين اعملي اللي بدك اياه. والله هيدا انا يا بحبوني مثل ما انا يا بلاها. هيدا جواب يعني؟ نزلني هون ريان، نزلني هون. ريم ما تجني روقي، شو يعني نزلك هون؟ نزلني هون احسن ما افتح الباب. ريم روقي، شو مجنونة انت؟ روقي خليني صف.
هاي مجنونة هاي، والله مش راجع. دبري راسك لقلك. ما شفت سيارتك هون. أخدوها يغيروا دوليب، بس ما قلتيلي مين معصبك هالقد؟ مين بده يكون؟ سهري مازن. خير، شو عمل كمان؟ مثل العادة نسوان ودبكة هو وسمح أختي. أي متى رح يركز هالزلمة؟ صار عنده عائلة. ما تسألني، هالإنسان ضيق لي خلقي مش قادرة أتحمله. رح أفوت أتحمم وننزل نتغدى. أوكي. شو لولو ما طولتوا؟ ما لقيناه. لمين؟ رفيقه لباب، كان بدنا نشوفه وما لقيناه. عم يحكينا عمر بده يشوفنا لنحكي. ايه بس انت اكيد ما حتروحي صح؟ ليه ما بدي روح؟ يعني شو بكي تقلي حالك شوي؟ شو قصدك؟ قصدي انه بيقول لك روحي بتروحي تعب تجي. شو الافكار الولاديه؟ في موضوع ولازم نروح نحكي فيه، شو بضرب بوز وما بروح مثلا؟ بالله، ما حدا طلب منك تضربي بوز، عم قلك خدي موقف، بعده من شوي سمن لك بدنك وهلا بده يشوفك بتقولي له اوكي؟ أول شي اثنيناتنا سمينا بدن بعض، ثاني شي عادي، زلمة تنازل، حكينا وقال لنا نروح نحكي بالموضوع، يعني شو فيها؟ هي وأنت شو صار لك؟ أنا بس عم بعطي رأيي. لك يا ريتك أنت شي مرة بتسمعي لرأيي وبتغيري له هالأفكار اللي عندك، افشو كنت بترتاحي. يلا أنا رح أمشي. بعدك واصلة. شو بك دانا؟ قلت لك رايحة أشوف عمر. ايه ما تواخذينا يلا روحي ركض. بعدك ثقيلة ما تغيرت كتير. في افوت على الحمام قبل؟ تفضلي. يلا باي باي. لا اليوم ما بقى بدي شيء، يعطيكم ألف عافية. خليكم بكرة على السمع. بعمرك خي هادي. والله بيض طولي وجهي اليوم، وحسابنا مثل ما اتفقنا مش رح أقبل. تكرم عينك خي هادي، نحن معك على الموت. خلي لي راسك. يلا منحكي. الله معك، الله معك. ولا لفليكم واحد واحد. ماشي الحال.
هلا بغض النظر عن وضعي انا وانت، بس هيدي خبريه كثير بتزعل. حاسس الدنيا كلها مضربه على قلبي، ما بعرف، حاسس حالي عم بتعاقب على شيء عملته، والله ما عم بعرف عم بصير معي. ما تحكي هيك، انت لازم تكون قوي لتقدر تواجه هيك مشكله. ما تنهار. نهرت وخلصت بيرلو، مش عم بعرف كيف اتصرف. هيدا مش انت، انت بتوقف وبتواجه، بعدين ابنك بحاجه لإلك، ابنك بحاجه لقوتك، ما فيك تستسلم. انت قوتي بيرلو، وبعدين الطريق حتى ما تتركيني. انا دايما حدك ومعك، وعد. بتعرفي بس لو فيني اقول لك انت بحبك، يا ريت فيني اقول لك. ما تقلي، حسسني بالحب، ما بدي اكثر من هيك. ايه سارة شو في؟ والله منيح اللي رديت. سارة شو بدك صوتي دق 100 مرة؟ يعني شايفني عم دق لك. يا علينا، سارة كنت نايم فقت لقيتك دقة. خير، قولي لي، في شي؟ في شي؟ لا والله أبدا، سلامتك. بس على القليلة كنت تسألني شو صار معي. تركتني بالأوتيل مع هالحيوانات، وأنا كنت مأكدة إنك راجع. بس للصراحة ما كنت بعرفك هالقد جبان. اوعي تغلطي. أكيد بدي أكون جبان. قاعد مع مرة مجوزة بالأوتيل، شو بدك يعني عامل مراجل؟ وأنا ما طلبت منك شي تعجيزة، بس على القليلة كنت تعمل شي خليني أحس إنه معرفتك ما كانت خسارة. بتعرفي؟ عن جد أول مرة بحس إنك سطحية. أنا؟ إيه أنت. جنابك مين مجوزة؟ أنت مجوزة زلمة لو عرف هو أمه فيي بيخفوني عن وجه الأرض. بدك جازف بحالك كرمالك؟ أنت جوزك بتخونيه، بدك تكوني صادقة معي؟ بتعرفي شو؟ أحسن شي عملته إني سكتت، قمت وفليت. مش حيضيع حالي كرمال وحدة مثلك. بكفي الموقف السخيف اللي حطيتيني فيه. عرقمي ما بقى تدق. اجا تايم ما في اشوفه بقى. ليه لا؟ هن بيشتغلوا عندك يعني المفروض يسمعوا كرمتك اذا قلتي لهم ما بدنا حدا يعرف. حبيبتي هيدا السكيورتي، مش مثل عمو محمود، اذا بقول له بليز ما تقول لماما بيقول لي تكرمي وبيسكت. في لك شغله بس ما بتزعلي مني؟ قولي. اكيد ما بزعل. امك مش لازم تمنعك، حتى انت مش لازم تقبلي معها. لانه هي بعمرك كانت تحب اللي بضانها، صح؟ ما في الا هيك. حتى لو بدها تمنعني رح تبلش تمنعك، وبالأخص من بعد اللي صار مع خاله، بوجود شخص مجرم مثل بيي، رح يبطل فيك تروحي عجنينة أو تروحي تشوفي تايم. معك حق، طلعت براسي. سعيدة. يا الأستاذ، ما بتريد؟ شكلكم جديد هون. صحيح، اليوم أول يوم. أي يعطيكم العافية. أنا هادي، خطيبة لدانا حفيدة الأست آسيا. بدي عزبك تعيط لتخبرها أني هون. يلا. ست آسيا هادي بده يشوفك. ايه اكيد، خليه يتفضل. تفضل. سعيدة ست آسيا. اهلا فيك هادي، تفضل. يزيد فضلك. شو بتحب تشرب استاذ هادي؟ يلا عزوك اللي بدك اياه، بس قولي لدانا اني هون بدي اعزبك. وانا باخذ فنجان قهوه رولا. ميرسي. تكرمي. شرفت. الله يخليك.
هيدا الأهبل خوت. روقي يا روحي روقي. الست آسيا تفهمتنا مثل ما قلت لك، ما بدها هالقد. بعتذر فتت بهدي الطريقة. ولو تيتا فوتي فوتي قعدي. تيتا ممكن تكوني انت فكرتي انه انا معقول ارفض تتجوزي لهادي بس لانه احواله عقده؟ لا بس ما انا ما بعرف انتو كيف بتفكروا او كيف بتحسبوها. انا رح قلك كيف بنحسبها. اول شيء بحسب سعادتك، تاني شيء بتطلع بالانسان نفسه لشوف اذا هو قد المسؤوليه ام لا. بعدين انت كنت خاطبتي لهادي قبل ما نتعرف عليكي صح؟ مزبوط. يعني هادي فعلا بحبك لإلك. ما بخبي عليكي انه لما جيتي عشتي عنا بالبيت بعت حدا يسأل عنه، لانه طبعا هو خطيبك ورح يبقى يجي يتردد عنا على البيت، وما سمعت عنه الا كل شيء خير. الله يخليكي ستنا، هيدا من ذوقك. هيدي الحقيقه، وانا ببارك هالزواج. هلا انا رح انطر منكم تحددوا موعد لعرسكم وما تعتلوا هم شيء ثاني ابدا. ايه الله يديمك ستنا. رولا شفت السكرت الجديد؟ شو بهون؟ كيف بدي اشوف تايم؟ معلش يمكن هيك احسن، بلا ما ضل على اعصابك لما بتروحي بتشوفيه. طيب شو هالشي الكبير واللي بخوف انه انا اذا حبيت حدا ورحت شفته شوي؟ ما بخوفك الك، بس بيخرب لي بيتي انا. ايه صح صدقت. تيتا بتزعبني الي؟ ولا بتستغنى عنك؟ واذا بتعمل لي قيمه بتصرف على ذوقي يعني ومن راسي؟ بعدين هيدي القيمة اجت من تعامل المزبوط. انا كمان بعد هالمحاضرة بدك تساعديني ولا لا؟ وننكمش؟ نو ثانكس، ما بدي فل شحط من هون، وهلا صار في سكيورتيز يعني يا عين دغري بيلقطونا. بس اللي ما فينا نشوفه هون فينا نشوفه برا. عنجد؟ ايه يعني مثلا اذا طلع انا على بالي اظهر واخذ تيا معي وبالصدفة التقينا بتايم. رولا بحبك 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 بحبك. وبيبقى موضوع السكن. هلا اذا انتم بتحبوا تعيشوا بشقه لوحدكم اكيد هيدا من حقكم، بس انا رح اعرض عليكم شغله. ليش ما بتعيشوا عنا بالبيت وما بتعتلوا هم شيء تاني؟ لانه بالحالتين ما رح تكونوا عايشين لوحدكم. كيف يعني ما رح نكون لوحدنا؟ الست آسيا قصدها عن امك. مزبوط هادي، ست نعمت ما لها غيركم، وانا ما بتصور رح تخلوها ترجع تعيش لوحدها بالضيعه. ايه اكيد لا. اكيد. على كل انتوا الكم تختاروا. مثل ما انكم شايفين انا كثير بحب اعيش ويكونوا اولادي واحفادي حوالي، وكل الامتيازات اللي هن اخدينها طبعا انتوا رح تاخدوها، ورح يكون عندكم موقع بالفيلا خاص فيكم. والست نعمت اكيد رح تبقى هون، رح تعيش بيناتنا معززه مكرمه. فكروا منيح وجاوبوني، شو ما كان قراركم انا رح كون حدكم. هلا ما تاخذوني عندي شويه شغل. لا اكيد. شكرا كثير ست آسيا على تفهمك، عذبناكي. يلا بالاذن. يا اهلا. Thank you.
لك مع مين رحت اليوم؟ شفت حدا غريب معك، هذا ما بعرف. لأنت مين بتعرف غير دانا وخالتي؟ هيدا باب ابنها لتانت مريم، رفقتها للماما. الله يرحمها. بس انه غريب، ولا مرة سامعك عم تحكي عنه. ما ثاقبت. انه هو عايش برا، هلا اجى على لبنان باقي شي شهر هون. ايه بس لاحظت هيك انه قراب انت وياه. سمعتك عم تقولي له حبيبي وحبيبي على التليفون. اكيد بدي اقول له حبيبي، هيدا مثل خيي. خيك؟ وهو بيعتبرك مثل اخته؟ اكيد، شو هالسؤال؟ متأكدة؟ شو قصدك؟ ما قصدي شيء، بس انا ما شفته بيعتبرك مثل اخته. ولا انت وين شفته اصلا لتحكم؟ ايه صح، انا شفته لمحه وحده، بس نحن رجال بنفهم مع بعض. ايه فاذا فهمت غلط، وهيدا رفيق الطفوله مثل خيي. بليز ما تفكر بالموضوع. ما راح افكر بالموضوع، اصلا انا بوثق فيك كثير، وهو يصطفر شو بده يفكر. نمشي؟ نمشي. يلا. قدام الامر الواقع. برافو برافو يا روحي، بس والله لا دفعك الثمن غالي. ولك اذا كان في شويه حب لك جواتي هلا راحوا. اه والله، ليش كان بعد فيه؟ والله برافو، انا سبقتك من زمان، خلصوا تخبزي بالافراح. من وين تجي من هالالفاظ؟ بطلوا عاجبينك الالفاظ. ايه يا كلاس، بعتذر. الله يرحم ايام ما كنت تروحي لعندي على الجراج بالشحاطه بايدك صحن المجدره وفحل بصل، والكازوزه كنا نعقع. ولي انت سقفك تضلك بالجراج وبالضيعة تبعك، يلا درمل لهونيك. ما هو مرجوعنا كلنا لهونيك، كلنا رح ندرمل لهونيك، لأنه اسمعي، ببلش غلط بده يخلص غلط، عم تسمعي؟ ولو تجوزنا ولو قعدنا بالقصر الحلو تبعك، مرجوعنا على الضيعة، شحط. حزار وين رايحة؟ والله أنا بقول عرفتي ما منك نوى رايحة تكبي حالك عن شي سطح؟ رايحة أرفع شكوى، وأنا رح خبر عزة. لا يا شيخة، شكوى عشوب الله. آه ما بتعرف؟ إيه؟ أنا بقول لك، عهجوم رجالك وتهديدهم لقلي بغرفتي بالأوتيل. لولو روحي، شو ناطرة؟ مين ماسكك؟ خليهم يراجعوا الكاميرات ويشوفوا الفيديوهات على مهلهم، ويشوفوا اثنين رجال فاتوا على الاوتيل، دقوا على الباب، فتح لهم تموره تبعك، فاتوا سكروا قعدوا شوي، بعدين ظهروا مع قلبهم شر، لحقوا تموره تبعك بكامل اناقته، ولحقتي انت بكامل جمالك. شو يعني؟ يعني ما بيطلع من امرك شيء. اذا بدك تفضحي حدا تفضحي حالك. وبفضحك، ولو بتشوف نجوم الظهر ما بخليك تتجوز دانا. أنا سمسومة؟ ليش؟ أنا شو عملت بالله؟ أنا بس خلصتك من صاحبك يلي عم يبتزك وجايب لك اثنين شهود، يعني بالعكس أنا البطل. ويللي ناوي قاتل، ويللي ناوي قاتل. طمنوني، كيف نور؟
نهر الله يساعدها، عملي لنا ركوة قهوة. تكرم عينك. أنا طالع أرتاح شوي. إيه أوكي. آخ، أرمق جري من السكربينة. إيه أكيد، حدا بيلبس على دفن هيك سكربينة. آخ، مسكينة. قضت حياتها بالعذاب. كانت تحكي ولا كانت تشكي؟ بتعرفي انا ما كنت بعرف انه هالقد تعذبت اكثر ما بتتصوري. كانت عاقله وجوزها قضاها سكر ونسوان وعربده، وهي صابره مثلها مثل نور. قصدك انه ابني مثل جوزها بموضوع النسوان؟ يمكن، بس خليل بحب عائلته، بخاف عليها وبيخاف على نور، مش مثل هيداك. ما كان عنده قيمة لحدا ولا لشي. أنا بعترف إنه خليل كان يعذبها كتير ويقهرها لنور. إن شاء الله يكون جلس هلا. لازم يجلس قبل ما يفوت الأوان، قبل ما يصير مثل بيو ويقسى قلبه. ما معقولة أنت ما فيك تحكي كلمتين على بعضهم إلا ما تزتي سم. يعني حق علي أنا إنه عم باخد وبعطي معك؟ ما فكرت شي مرة ليه اسكندر بخاف مني؟ وليه بيضل قلقان من وجودي؟ إيه؟ ما بلومه. ما أنت وين ما بتحضري بتحضر المصايب معك. مش يمكن خايف افضح له مصايبه وخليكم تعرفوا وجهه التاني؟ أنا مش بحاجة لإلك لأتعرف على جوزي. نازك، أنت أكتر وحدة بحاجة تعرفي مين هو جوزك، يلي بآخر نهار بتحطي راسك أنت وياه على نفس المخدة وبتنامي حده ومش عارفه هالراس شو فيه. شوفي إلهام، أنا ما رح أنجر للفتن يلي حضرتك عم بتحاولي تعمليهم. طيب، بما أنك واثقة هالقد، سألي اسكندر وين ورثت فريد؟ وين راح فيها؟ ما بدك قهوة؟ سدت نفسي حتى على القهوة. لوندانا هياها بالجنينه. ايه خذها طلعي لي هدول على الاوضه. تكرمي. كيف على ذوقك؟ بجنن. شفت الروز؟ لا. يا رب دخيلك شو عامله بحالي؟ نفضت حالها امك من فوق لتحت. نطربوش للبيبوش
ولك مش قادرة تلبسي الكعب، مش عم تعرف تمشي فيه. ايه يا امي، فقفوا اصابيعي بس معلش، هيدي الموضة بدي اتعود عليها، رح ضلني لابسته. بعدين شوفي ليك ركبت رمشين وحطيت الروج غير شكل والشعرات ومناكور فدكور. انت فين ما تطقي هلا تطبي عبوزك توقعي. ولك سكري نيعك انت، اسم الله من عينك. هلا بعتي وراي شوفي خير. في مصيبة. خير؟ شوفي باب ابن مريم رجع وراحوا بيرلا مشوار. ايه وشو يعني؟ سألتها ليه رجعتوا بكير؟ انت تلبكت واحذري شو لقيت معه. شو؟ الورقة اللي اعطانا اياها هادي تبع استئصال الرحم. بركي ما عيا من هذيك المرة. هيدي الشغلة انت بدك تتأكدي منها. وتاني شيء، الاستاذ هادي اجى لهون وفرض علي انه نحن نتجوز قدام قاسية وعرضت علينا هي نعيش هون. ها؟ يعني رح نضل عايشين هون؟ كتر خير الله، هيدي خبرية حلوة. انت شو هيدا همك؟ عم قلك فرض علي الزواج. ولك يا امي، اول على اخر رح يتجوزك، لانه هادي ما رح يتركك. بعدين نحن ما معنا مصاري حبيبتي لحتى نغريه ونسكته ونفلله. بعدين لو اغريني بده يتجوزك بده يتجوزك. بالله شو يعني طلعت براسي؟ فشرت بعينه، ما رح تطلع الا براسه هو. يا امي بعد الزواج بتنقديره عيشته وبتقرفي حياته لحتى ما يعود يعرف منين بده يهرب، من هون ولا من هون. وهيك نحن بنكون جمعنا قرشين بنعطيهن وبنقرطه لبطه. وبركي ما قبل بضل ملبوس بخلقتي؟ لا ساعتها لا، محسوبتك بتركب له افلوكش ما بيطلع منه لا يقول انا لاحق. افلوكش شو؟ بعمل له فيلم هندي، بركب له مصيبه هو والست ساره ما بيطلعوا منها بمية سنه، وبهيك بنكون ضربنا عصفورين في حجر واحد. هيدي نعمة اللي بعرفها. شو لك يا حبيبتي، القوة غرك المظهر، ولا الرموش ولا الروج، راسها لأمك ما حدا بيوقف بوجهه. ها؟ بعدين أنت يا أمي روقي شوي، سيري قولي له كلمتين حلوين، حسسي إنه بعدك بتميلي له، ما الرجال عقليته هالقد، كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. بدي ضلني أعلمك يا بنت نعمات. صار. بما انك واثقه هالقد، سالي اسكندر وين ورثه فريد؟ وين راح فيها؟ افتكرتك نمت. لا ما نمت. بكي شي؟ صاير شي؟ لا ما في شي، بس بدي اسألك سؤال وبدك ترد علي بصدق اسكندر. مش أنا من أيمتى كذبت عليكي؟ تفضلي قولي. شو عملت بورثة فريد؟ تأكدت يعني؟ أكيد، طلع معك حق. طبعا معي حق، ما حدا ما عنده اسرار ولا شو؟ مزبوط مزبوط عم تحكي. مهم هلا خليك وراء الله يرضى عليك، خليني اشوف وين بده يروح ودغري خبرني. ايه تكرم عينك خيي هادي. يلا سلام، يعطيك العافية. وهيدي تاني صيدة. صار فيك تتفضل.
دقيقتين بس بدي استشيرك. مدامتي حبلي وصارت بنص شهر السابع تقريبا، وانا معي صور للجنين من اول يوم لهلا، وهيدي صورة ملونة بالشهر السادس وهيدي بالسابع، ومعي دقات قلبه كمان على التليفون، فبس بدي استشيرك بحالته الصحية. أي حالة صحية بالضبط تعرف عن شو بدي جاوبك؟ الدكاترة عم بيقولوا إنه عنده تقوس بالعمود الفقري، وعم بيقولوا على الأرجح إنه يكون عنده إعاقة. الجنين ما عنده أي عيب بعموده الفقري، بالعكس كل شيء طبيعي. هلا أكيد ما فيني أعرف تعامل صورة إكو ملونة للمدام. ايه هادي، شو؟ طمني شو صار مع الحربية سارة؟ شو؟ وكمان صورتوها؟ والله برافو عليك، منك هين. طيب ليك يلا ناطرينك، انا رح خبر دانا ما تأخر. ايه رح خبرها، يلا ما تأخر، يلا برافو عليك، هين يا حربية. يعني تصالحتوا؟ ليش؟ ونحن كنا متخانقين انه تشارعنا شوي، مش الحال. يا مخلوقه انت ما ابرد اعصابك، بس انا حاسه انه في شيء تاني شغل لك بالك. انا؟ ليش وبني؟ توترت شوي اليوم وخلص مش الحال. بدك للدغري؟ انا حاسه انه في شيء انكسر بيناتنا. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شو اللي انكسر؟ هينا ما احلينا. انه هيك مشتاقه لايام زمان انا وياك، مثل ما كنا بالضيعه. حياتنا كلنا تغيرت، مش بس حياتك، اللي صار معك منه هين وبدك وقت لتتعودي. ايه يمكن معك حق، بس لو شو ما صار ما رح يتغير شي بيناتنا. توعديني؟ اكيد بوعدك، انت اختي وبنت خالتي وحبيبة قلبي. شيرين؟ شيرين؟ عمر هياني هون. قومي بسرعة، بدي اياكي تروحي معها عند الحكيم قبل ما تسكر العيادة. حكيم شو وعيادة شو؟ الصور يلي اعطيتيني اياهم رحت فرجيتهم للحكيم، وقال لي انه البيبي ما بيشي، فبده يعمل ايكو ويتأكد. شو هالحكي عمر؟ هلا حكيم بده يشوف صورة ويقول لي ما في شيء ويعيشني بأمل؟ ايه أكيد، بدنا نشوف أكثر من حكيم، وهذا الحكيم معروف إنه شاطر، فشو خسرانين إذا عملنا فحص؟ وانا ما رح روح. شو يعني ما رح تروحي شيرين؟ بدك تروحي مش عزوك. لا عزوي، لكن عزوق مين؟ انا امه وانا بيو، بس انا ما عم صدق انك عم تحكي هيك. عمر اسمع، انا رحت عند كذا حكيم وكلهم معروفين وما في حدا قال لي انه ما في شيء. هلا بدي اجي الحق واهم كرمال حكيم شاف صوره وقال لي انه ما في شيء. شو هالحكي هيدا؟ الحكيم اللي اخذتيني لعنده قال انه في اعاقه واضحه، يعني ببينوا بالصور، وهيدا شاف الصور وقال ما في شيء. ليه ما بنتاكد؟ ليه ما بيضل عنا امل 50%؟ وانا ما رح روح. انت ما عم بعرف شو بكي، يا عم بتكذبي علي يا في شيء ما بدي كاني اعرفه. عمر انا ما عم كذب، بس انا واقعيه. ايه بدي هذا الشيء. عمر اتركني اتركني، وين يا عمر؟ اتركني عمر. Thank you.
شو بيك عم بتلف وتدور إلك ساعة؟ سألتك سؤال ما جاوبتني. قصدك صار لي ساعة بجاوبك، بس أنت ناظرة جواب بدك إياه. بعدين شو مناسبة السؤال؟ أنت بتعرفي جوابه أصلاً. الظاهر ما بعرفه. وبدي جوابه منك اسكندر. لك آخر شي توقعته إنه إلهام تأثر عليك أنت بالذات. معقولة نازك يمشي عليها كلام إلهام؟ لك شو هالحكي الفاضي هيدا؟ كلامها بده يمشي علي؟ بعدين أنا سألتك سؤال، شو خص إلهام؟ السؤال اللي سألتيه أنت بتعرفي جوابه، واللي صارنا سنين منتخانق نحن وآسيا بسببه. لا تيجي هلأ وتفتحي الموضوع، أنا أكيد إنه إلهام اللي زدت الفتنة بيني وبينك، وأنت شو بكل بساطة وقعتي بالفخ. لا لا، مش هيدي نازك الذكية أبداً، ولا أنت المرأة يلي بتعرف جوزك كتير منيح وبتعرف اللي مرق فيه. الو، ايه عمر؟ بالمستشفى؟ ايه وكيف هلا؟ طيب يلا يلا انا جايه، مشوار الطريق. ولمين بالمستشفى؟ شيرين وقعت عراسها واخذها هلا على المستشفى. ايه ونحن شو دخلنا؟ ليه موتوره؟ لك ما كانوا عم يتخانقوا، بخاف يتهموه بشي. يا حرام الشوم، بعد فيها شيرين مع تلته. حاسه بدوخه أو العيان نفس؟ العيان شوي. بالنسبة للبيبي في نزيف؟ لا لا، ما في أي نزيف ولا وجع، بس أنا لأنه وقعت على راسي ومنزلت بتقلي كله. بس أنا بدي أتشكى على طليقة عمر اللي واقف برا، ما بسمح لأي حدا يعطي أي معلومة عن وضع الصحة. هيدا وضع تاني صار، لازم نعمل صورة لراسك مش أشعة عشان البيبي. أوكي دكتور، ميرسي. هبعت حدا يجي ياخد افادتك. اوكي مرسي دكتور. طلبتيني أسيا؟ أنا ما طلبتك، طلبت شوف إذا أنت قادر نقعد نحكي شوي. هي ذاتها. تفضلي، عم بسمعك. لا مالك، مش هي ذاتها. أنا بدي أقعد أحكي معك بشي شخصي ما له علاقة بالشغل. تفضلي. انت اخذ موقف مني، بس انت بتعرف انه لما انت بتزعل انا ما بعد بقدر ركز على شيء. هيك بطلت فهمان، كانه فتنا بالتناقض شوي، ما هيك؟ كيف يعني؟ لو كان هيك فعلا ما كنت قدرتي آسيا تبقي بعيده. بما انه قدرتي تبقي بعيده يعني وجودي وغيابي واحد، اي وحده بصدق؟ واتنيناتهم مع بعضهم ما بيمشي الحال، صح؟ أكيد مش صح. هات بقى اشرحي لي، ما فهمت. يمكن لأنه أنت دايماً بتكون حدي، ما بحس بغيابك بالمطارح التاني،
يمكن لأنه هموم الدنيا ومشاغلها أخدتني، خلتني أكتفي بالقليل. بس أنا بطل بدي أكتفي بالقليل. أنا بشوفك هون بالشركة، روح لعندك على البيت، نظهر نتغدى سوا، بس أنا كل يوم برجع على بيتي وحدي، بحط راسي على المخدة وحدي، بنام وحدي، بوع الصبح وحدي، بتروق وحدي. بدك كمل ليك ولا مش الحال استوعبتي علي؟ ليش كل هالشي اللي عم بتقوله أنت منه موجود عندي؟ لا منه موجود عندك. أنت عايشي ببيت مع عيلة كاملة متكاملة، بتمشي بكوريدور البيت بتلتقي بحدا بتحكي معه، بتسمعي أصواتهم، بتسمعي دعساتهم، بس أنا وحدي، تماماً وحدي. أنت بفكر أنه هالشي بيلغي كل الوحدة اللي أنا عايشة فيها؟ لا آسيا، ما بيلغي، بينسي. مالك، نسيت شو كنت تقلي؟ أنا مالك آسيا، نسيت؟ لا أكيد ما نسيت، بس اكتشفت أني غلطان، وغلطان كتير. بأصلي